هذا الآن وسائل الإعلام أظهرت هذا كله. تجد شجرة معلقين عليها خرق كثيرة، أو شجرة يضرب فيها مسامير ويشدوا لها الرحالة من سفر يأتون إليها ويتمسعون فيها ويتعلقون فيها حاجاتهم. سبحان الله، شوف، مع أن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ليش ما تسافر من أجل شجرة تعلق فيها أوراقك؟ بدون أوراق يا أخي، كنا مقدم معروض حق واحد، ها، يطلب طلب منه موافقة. ما تحتاج شيء من الله عز وجل، وأنت لا غنى لك عن الله عز في كل شيء. توجه الله بالدعاء، أرفع يديك لله، فإن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد له يديه يردهما صفرا. يعني لازم يعطيك إما حاجتك أو حاجة أحسن من حاجتك، أو يدخل ذاك لك ليوم القيامة. ما فيه دعاء ما يسقط ما لم يكن هناك فيه موانع أو تخلف شروط. لكن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإن دعاءك لن يذهب هباء منثورا. إما أن يعطيك الله ما سألت، أو يعطيك خير مما سألت، أو يصرف عنك سوءا، أو يدخل لك ذلك حسنات وأجر ليوم القيامة. الله أكبر، ما بال نعجز عن الدعاء. نعم.